الله الرحمن الرحيم. في يوم الجمعة نقف على أبواب المسجد الأقصى المبارك في كل يوم وفي كل الصلوات نقف على أبواب المسجد الأقصى نرابط لا ندري أبواب المسجد الأقصى. صحيح أنهم منعونا جسدا من الدخول إلى داخل المسجد الأقصى. قرار الإبعاد ينتهي بنهاية 2023 ويسلمنا ولا يزال يسلمنا الاحتلال قرارات أخرى للمحاولة الضغط علينا حتى يثنين عن هذا الطريق أو الاستمرار في هذا الطريق. إلا أننا نقاوم هذا المحتل ونواجهه بالوقوف على أبواب المسجد الأقصى بحصار رسالتنا بكل طريقة وبكل وسيلة بكشف جرائم الاحتلال إلى العالم. بالأمس القريب تلقيت قرار بمنعي من السفر خارج البلاد وأنا الإمرأة الوحيدة حاليا الممنوعة من السفر منذ أكثر من عامين ونصف متواصل ولا زلت مبعد عن المسجد الأقصى، ولكن من هنا رسالتي إلى الاحتلال سيزول قبل أن تنتهي قرارة بإذن الله.